لم يرفع المشترك السوري حازم شريف علم بلاده لدى إعلان فوزه بمسابقة أرب آيدل الغنائية مساء السبت خوفا من تسييس هذا الفوز، إلا أن الانقسام السوري طغى رغم ذلك على هذا الحدث الفني وسط تساؤلات حول الجهة التي يؤيدها الفائز، النظام أم المعارضة. وقد تفوق شريف في المرحلة النهائية من ثالث مواسم هذه المسابقة التي أقيمت في معظم فتراتها في لبنان وعلى مدى 4 أشهر على الفلسطيني هيثم خلايلي والسعودي ماجد المدني، بعدما نال نسبة التصويت الأعلى من الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي. كلنا بنعرف حلب هلأ قديش عم تعاني بهي الظروف، حلب قديش عم تبكي دم بعد ما كانت بلد عم تعم بالسلام والأمان. فنحن هاي الحركة أنا بشوفها تنفيسة لأهل حلب، لازم بقى الناس ترجع لما كانت. هاي الحركة اليوم رجعت لنا الروح، إن كانت يعني وصلنا للترياق بهي القصص والظروف، فكانت هي فرحة للحلبية، كانت فرحة للسوريين. وما أن أعلن مقدما البرنامج الغنائي الأشهر في العالم العربي والذي تعرضه قناة MBC الفضائية السعودية عن فوز المشترك السوري، حتى سجد شريف على وقع صيحات الجمهور الذي ظل يهتف سوريا سوريا لدقائق. وعلى عكس المشتركين الآخرين والفائزين في الموسمين الأول والثاني، لم يرفع شريف علم سوريا وعلم المعارضة المسلحة التي تخوض منذ نحو 4 سنوات نزاعا داميا مع النظام قتل فيه أكثر من 200,000 شخص. هذا الشيء طبيعي انه نربح، نحن دائما نربح بكل مجالات، عسكريا سياسيا اقتصاديا، بكل مجالات السوري دائما راسه مرفوع ودائما رابح ودائما نحن باذن الله فوق الكل. خلانا انه شوي نتفائل انه نطلع شوي عن اللي عم يصير معنا بهالايام وهيك، ولما وصل حازم على النهائيات فقلنا انه ممكن شوي انه هيك فرحه للسوريين وهو بدايه فوز يعني ونصر. وفور أعلان فوز شريف جابت سيارات شوارع العاصمة دمشق، وخرج من نوافذها شبان وشابات وأطفال حملوا أعلام سورية وهم يلوحون بها ويهتفون سوريا. وقد أعلنت وكالة الأنباء الرسمية سانا فوز شريف مشيدة بصوته. أما في حلب فقد ارتفع الرصاص في الهواء ابتهاجا في الجهة الخاضعة لسيطرة النظام، ما أن أعلن فوز شريف فيما لم تكن ردة الفعل مماثلة في الجهة الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب بحسب مراسل وكالة فرانس بريس، إذ أن الكهرباء كانت مقطوعة في هذه المنطقة وكثير من السكان لم يسمعوا بالبرنامج.